هل نظرتم يوماً إلى السماء في الليل وحاولتم تخيل الأمور الموجودة في الفضاء؟ ما هي الألوان التي قد نجدها؟ وما هي الأشكال؟ إنه عالم مليء بالمفاجآت. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسون، سبعون. لا أستطيع معرفة عدد النجوم، إنها كثيرة حقاً. تخيلوا هذا الفضاء الواسع الموجود خارج الأرض التي نعيش فيها، فيه الكواكب والنجوم والشمس أيضاً. إنه عالم مثير مليء بالجمال والألغاز. النجم السماوي. في أحد الأيام كنا في الغابة نسير هناك رفاق ثلاثة. فجأة رأينا نجماً من السماء سقط مسرعاً. ركضنا إليه تبعناه. حاولنا ثانية أن نراه. كان لونه غريباً. تساءلنا ما هذا الجمال؟ وشكله كان عجيباً، كأنه من السماء خيال. لم نعلم أين اختفى ولم نأخذ له صورة، لكننا نعلم لم يكن أسطورة. رأيناه بعيوننا، ذلك الجسم السماوي، كأنه من الجنة سقط. خيال لكنه حقيقي. بعد مشاهدة المقطع المصور الجميل، دعونا نقرأ النص. النجم السماوي. في أحد الأيام كنا في الغابة نسير هناك رفاق ثلاثة. فجأة رأينا نجما من السماء سقط مسرعا. ركضنا إليه تبعناه. حاولنا ثانية أن نراه. ماذا حددنا في الجملتين؟ الزمان في أحد الأيام والمكان في الغابة. كذلك حددنا الشخصيات، ثلاثة أصدقاء. إذن يبدو أننا سنقرأ قصة عن ثلاثة أصدقاء فيها زمان ومكان محددان. ما الذي حصل فجأة؟ رأى الأولاد الثلاثة نجماً غريباً يسقط من السماء وتبعوه. ماذا سيحدث الآن؟ هل سيجدون النجم؟ دعونا نتابع النص. كان لونه غريباً. تساءلنا ما هذا الجمال؟ وشكله كان عجيباً، كأنه من السماء خيال. لم نعلم أين اختفى ولم نأخذ له صورة، لكننا نعلم لم يكن أسطورة. هل كان النجم جميلاً؟ طبعاً، لكنه اختفى فجأة فلم يعثروا عليه. تابعوا معي. رأيناه بعيوننا، ذلك النجم السماوي، كأنه من الجنة سقط، خيال لكنه حقيقي. هل كان سقوط النجم جزءاً من حلم أو خيال؟ أم كان حقيقياً؟ لقد كان حقيقياً، وهم الثلاثة رأوه. وأنتم، هل رأيتم يوماً أمراً عجيباً كهذا؟ أو حصل معكم موقف أقرب إلى الخيال من الحقيقة؟ شاركونا مواقفكم المشابهة في التعليقات. والآن، هل تذكرون الأصوات الطويلة والقصيرة التي تحدثنا عنها سابقاً؟ انظروا معي. ها؟ ها، لا، لا، ذا، ذا. إذن الأصوات القصيرة ها، لا، ذا، والأصوات الطويلة ها، لا، ذا. هل تعلمون أن بعض الكلمات في اللغة العربية قد نلفظها بصوت طويل ولكن نكتبها كالصوت القصير لأن فيها ألفاً نلفظها ولا نكتبها؟ انظروا إلى هذه الكلمة من النص. هذا. إذن عندما نلفظ كلمة هذا، هل نسمع الهاء كصوت طويل أم قصير؟
هذا؟ نسمع صوتاً طويلاً طبعاً، ولكن هل نكتبه؟ انظروا. كلا، لا يوجد ألف قربه، ولكن كأنه يوجد ألف صغيرة ملفوظة غير مكتوبة. انظروا إليها، أترونها؟ إذن قد نجد هذه الألف الصغيرة أحياناً مكتوبة لتشير إلى الصوت الطويل، وقد لا نجدها، ولكنها ألف ملفوظة دائماً وليست مكتوبة. انظروا إلى هذا المثال الثاني من النص. لكننا، لكننا، هل نسمع صوتاً طويلاً بعد اللا أم صوتاً قصيراً؟ لكننا، نسمع صوتاً طويلاً طبعاً، ولكن هل نجد ألفاً بعد اللا؟ كلا، ولكن يمكننا أن نراها صغيرة. تذكروا، تسمى هذه الألف ألف ملفوظة غير مكتوبة، لأننا نسمعها ونقرأها ولكن لا نكتبها. والآن حاولوا أن تجدوا الألف الملفوظة غير المكتوبة هنا. لكننا رأيناه بعيوننا، ذلك الحجر السماوي. إذن لكننا هي كلمة تعلمناها قبل قليل، لكننا. إذن هذه الكلمة فيها ألف ملفوظة غير مكتوبة. لدينا أيضا ذلك، ذلك، نسمع حرف الذال وكأنه صوت طويل، ولكنه في الحقيقة يكتب من دون الألف. ويوجد كلمات أخرى عديدة، مثل، انظروا معي، الله، هذه الكلمة فيها ألف ملفوظة غير مكتوبة. هكذا أيضا، وكذلك أسماء الإشارة، هذا، ذلك، هؤلاء، وأولئك. إذن هذه أسماء الإشارة تساعدنا لنشير إلى القريب والبعيد. انظروا إليها، عدد كبير منها يتضمن الألف الملفوظة غير المكتوبة التي تحدثنا عنها، لا تنسوا ذلك أبدا. هل تعلمون أننا قد نكتب الألف أحيانا ولا نلفظها، فيحصل عكس ما تعلمناه الآن؟ هل تعلمون أين يحصل ذلك؟ انظروا إلى هذه الأمثلة، ذهبوا، دهشوا، استمتعوا. ما نوع هذه الكلمات؟ إنها أفعال، أليس كذلك؟ هل لفظت الألف في نهايتها؟ كلا، ولكنني كتبتها. مع أي ضمير أتت هذه الأفعال؟ هم ذهبوا، هم دهشوا، هم استمتعوا. إذن مع ضمير هم. ما هو أصل هذه الأفعال؟ ذهب، دهش، واستمتع. إذن ما الذي أضفته بسبب ضمير هم على الأفعال؟ الواو والألف، وتسمى هذه الواو واو الجماعة. هل تعلمون لماذا كتبت الألف قربها؟ لأن الواو هنا ليست من أصل الفعل، بل هي واو الجماعة، والألف الفارقة تحب واو الجماعة فتلتصق بها دائما. تذكروا دائما، مع واو الجماعة نكتب الألف ولا نلفظها، وتسمى الألف الفارقة. إذن أعزائي، قد نلفظ الألف ولا نكتبها، وقد نكتبها من دون أن نلفظها. احفظوا جيدا الكلمات التي نجدها فيها، وأنا أراكم لاحقا. لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا 7+.